السلام عليكم شباب، النهاردة هنتكلم على Energy Resources and Forms. درسنا في أربع عناوين: Work Done, Potential Energy, Kinetic Energy and Mechanical Energy. أول حاجة الـ Work Done. الرول اللي أنا بستخدمه عشان أحسب الـ Work Done بيقول إن الـ Work Done equal Force multiplied mean Displacement. لو عايز أحسب الـ Work Done force multiply displacement. عايز force work done over displacement. عايز displacement work done over a force. خلي بالك بس ان force بتتقاس بيونت اسمها نيوتن، ال displacement بتتقاس بيونت اسمها متر، ال work done بيتقاس بيونت اسمها جول. اوكي طيب، مثلا هنا قال لي ايه؟ calculate the work done. عايز احسب ال work done of a body when force equal 20 newton and displacement equal 5 meter. عايز احسب الورك دان في الاول ان W equal F multiply D. F عندي ب 20 والD 5 multiply 20 100 جول، يعني بحسب الورك دان. اوكي طبعا الورك دان بيعتمد على مين؟ على الفورس والديسبليسمنت. لو الفورس زادت الورك دان هيزيد، لو الديسبليسمنت زادت الورك دان برضه ايه هيزيد. اوكي التايتل الثاني البوتنشال انرجي. بوتنشال انرجي معناها الانرجي اللي بتتخزن جوه الاوبجكت لما انت تبذل عليه مجهود. بمعنى ايه تاني؟ مثلا لو انت عارف العربيه اللي بالزنبرك، لما بتحرك الزنبرك بتاعها انت بتبذل مجهود، المجهود ده بيتخزن في العربيه على يد ايه؟ بوتنشال انرجي. البوتنشال انرجي دي بتفضل متخزنه في العربيه وبعدين تتحول لحركه بتحرك العربيه دي. هي stored energy in an object due to work done on it. potential energy الرول بتاعها ايه؟ ال weight multiplied mean the height. وعايز احسب ال PE weight multiplied height. عايز احسب ال weight potential energy over height. عايز احسب ال height potential energy over ال weight. اي energy هتتقاس بالجول سواء كانت potential او mechanical او kinetic. ال weight بيتقاس بالنيوتن، بيفكرنا بمين؟ بالفورس. الهايت بيتقاس بمين؟ بالميتر. اوكي طبعا البوتنشال انرجي ديبندز اون ايه؟ ويت اند هايت. بمعنى ايه؟ لو الويت انكريسز البوتنشال انرجي برضه هتزيد، لو الهايت زاد البوتنشال انرجي برضه ايه هتزيد. اوكي طيب في رول خد نفس السطر بيقول لي ايه؟ كنت بحسب بيه الويت. بيقول لي ايه؟ ان الويت ايكوال ماس مالتبلايد جرافيتي اكسلريشن، هي بتكون يا اما 9.8 بعد ما بعمل لها ابروكسيميشن تبقى 10 متر بير سكند بارت طبعا. وطبعا الماس هتساوي ايه؟ كيلو، بتتقاس بالكيلوغرام. مثلا لو قال لي كالكوليت ذا بوتنشال انرجي اوف ا بودي هوز ماس ايكوال 5 كيلوغرام، عندي هنا الام او الماس ب 5 كيلوغرام. اوكي اند فاوند ات هايت اتش ايكوال 3 متر، واداني الاكسلريشن دي تو جرافيتي او الجي ب 10 متر بير سكند بارت. عايز نحسب مين؟ الـ PE أو الـ Potential Energy، أقول إن الـ PE equal W multiply height. أنا عندي الـ height بـ 3 متر بس ما عنديش الـ weight، بس أنا عندي الـ mass. ممكن نستخدم الرول التاني إني أحسب مين؟ الـ weight. بقول إن الـ weight equal mass multiply gravity acceleration. الـ mass بـ 5 والـ gravity acceleration بـ 10. 5 multiply 10 بـ 50 نيوتن. أخد الـ weight ده وأستخدمه في أول خطوة، يبقى 50 multiply 3 150 جول. اوكي بالنسبه للكاينتيك انرجي، هو الجهد اللي انت بتبذله اصلا ما بتتحرك، هو ذا ورك دون ديورينج موشن. عشان احسب الكاينتيك انرجي بقول ايه؟ كاينتيك انرجي ايكوال هاف ماس في بار 2. هاف طبعا كده اصلا كونستانت، ماس الام اللي هي الماس اس بي كيلوغرام، في هي السبيد بس طبعا هنا مش سبيد بس سبيد سكوير. اوكي لو عايز احسب الماس يبقى كينيتيك انرجي اوفر هاف مالتبلاي في بار 2. عايز احسب الفي بار 2 يبقى كينيتيك انرجي اوفر هاف مالتبلاي مين؟ ماس. اوكي طيب خلي بالك بس، لو الماس هتزيد الكينيتيك انرجي هتزيد، لو الماس هتزيد بضعف الكينيتيك انرجي هتزيد برضه ايه؟ دبل او ضعف. لو السبيد هتزيد للدبل خلي بالك هنا الـ V عليها باور 2، يبقى هنا الـ kinetic energy هت increases برضه بس increases by 4 times. اوكي طيب for example مثلا calculate the kinetic energy of a body whose mass equal 2 kg
and speed equal 5 meter per second. عايزه احسب ال TE يبقى اقول ان kinetic energy equal half multiply mass multiply v power 2. half الماس بكام؟ ب 2 وال v power 2 ال v 5 5 power 2 نطلع في الاخر 25. بحسب energy يبقى 25 جول. اوكي اخر تايتل عندنا ميكانيكال انرجي. كينيتيك انرجي معناها the sum of kinetic energy and potential energy، يعني بمعنى تاني بتساوي kinetic energy plus potential energy. اوكي طيب لو قال احسب الميكانيكال انرجي اوف ا بادي هوز ما هوز potential energy 300 and kinetic energy equal 200. عادي اقول والله ان الميكانيكال انرجي equal ال potential plus ال kinetic. طيب عند البوتنشال ب 300 والكينيتيك انرجي 200 يبقى الريزلت 500 جول. شكرا.